بالعكس تجيب. لا والله يا اخي والله. طيب شوف عند الصخره، هو عند الصخره. شرط هاي الثاني، روح رنا للثاني. هذا الهيد لكو 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 راباكم وين شنو يطلع اسمه اربع مرات وين؟ ليه؟ تعال تعال ما دراجون بفوق دول تحت جهة ستريب اكيد. اوكو وين صراخ؟ بالله كنت صراخ شفت الهدف يا 16 نقطة. مرحبا شباب، انا كيف ان شاء الله تكونوا بخير طمنين حالكم. بس قبل الفيديو صلاة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، راح تشوفوني يا حسوني انتش ما مبسوط يا حسوني ليش هيك شو النفسية اللي عم تسوي المقدمة، عم اتمنى انها تنشر فيديو. والله يا جماعة صراحة يعني كنت اول اشكركم بنهار نوصل 50,000، هلا بيومين حتى نوصل 30,000، شو صاير يا جماعة؟ فبتمنى من الكل يا جماعة الخير يكتب لي تحت في التعليقات يعني شو ما بيعجبكم بالفيديو، هاد ما أي شيء ما بيعجبكم بالفيديو يا جماعة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وأنا مش نرى الكومنتات كلهم ونشوف إيش بدكم وإيش ما بدكم، يعني هاد ما بنحب وهاد ما بنحب. فاليوم مدراري دراريات، اليوم إن شاء الله مش نتكلم فيديو كامل باللهجة التونسية واللهجة المغربية واللهجة الجزائرية، بس بدي أحكي نقطة صغيرة إنه أهل الجزائر الله يسعدكم يا رب. أنا آسف يا جماعة الخير بالفيديو ماني حاكي جزائري كتير، حاكي شوي بس لأنه يا جماعة الخير ما بعرف كلمة جزائر، ما بعرف أحكي جزائري كتير لأنه بحس صعبي. فمتابعين الجزائريين الله يسعد ليكم يا رب، اكتبوا لي تحت في التعليقات كلمات جزائرية، وكمان أهل المغرب كمان أهل تونس اكتبوا لي عشان ننشر فيديو كامل، يعني كده لكم فيديو كامل هيك يكون كله مختم مختم بهذه الدول. فالله يسعد ليكم يا رب، ان شاء الله في دول تانية راح اسوي عليها لهجات. كان معكم اخوكم حسوني، رابط حساب الانستغرام تحت في الوصف، بربكم وصلوني 100,000. اترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. جوج 51 86 5 1. نسيت بعدين احنا حبوب. صدقة 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 واحد نوك واحد نوك هدي لك ما عاشت قهوة. فنش لا لا فنش فنش واحد مين خمسين نوك نوك. لا جاك واحد قدامك حسن، معي طلقتين شات جن. خلصت خلصت عني. كف 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 عندي. لا نقطة البين اوه فما شكون فما شكون فما فما يلا ايجي جو جو حسن. يو وانت ذا بوي مان، وي وانت ذا بوي مان. ايه هذا هذا القتل مكفر دراري المدى لايك كثير لايك المدى رمضان عليك رمضان ضلع ما عم تضرب على فكرة. كيف هيك؟ شلون هاي ضلعين؟
والله يا زلمة بتقتل بدون ما تطلع الطلقة. هاي مشكلة على الرأي. هو الدراري والله هو الدراري كان أنا نتفرج على الفيديو والله كان يدير لايك والله كان يدير لايك واحد قدامك عند البرج يا جيبو يتشوفي هون بسكوب بدون سكوب صعبة. اوكي الدراري في كم غربي وقفا متبوش الجوك ها متبوش يا حسن. والله يا جماعة مشكلتي ما استحمل عوام. ويلي 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 جاي وحق الربع كفان يا قصاي انا بدي اطلع بدك شيء والله البينج عندي سيلات عمان يلا سلام. دي وان طبع الدراري خي مش يجيبه وان شوت الدراري واحد كفو ربك كيف السلعة راح يخلط الثلج يشوف شوف النوب يلا يا جوك يلا اوفو حسوني حسوني يضرب بالاسكايس 11 لايك شنو هذا يا تحسوني طبعا جماعة خير انا بدي احكي المغرب والجزائر وتونس فلانه ما باري احكي لهجة كامل كمان يعني فراح تلاقوني هيك شوي شوي عالبرج رجع البرج كيف هيك؟ ريلي كيف الام براسه ما اجت هيت شوت؟ والله ما بسأل النبي لا ما هو ايه؟ عم 14 عبي عبي دمه والله بخوف هيك اقسم بالله ايه لان ما عندك درع تم اثنين يلعب سكور النوب شو بدي خوفه من ام بي نط كفو يلا 14 كيل عندنا 12 لايك بحب هدول الكتلات بحبهم كثير يعني انه بتحسهم هيك مسليين ودراري دراري دراري يا قلت شو لايك ابوني سبسكرايب انا برتاجي ودراري جوكم فس فس جوكم فس فس والله يا جماعة احلى شي منظرك بالكام اطلع اطلع فوق استرب حسن اطلع ودراري شفت السكان كان فاضي ما فيه غير واحد ليكو ليكو ما على انشر حطه بالشجرة اما ما خلص ايه لسه عنده طلق هاد دير بالك كفو 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 الدراري ما تنسوش لايك كفو كفو اوه نايس 14 لايك عفوا بالعكس اوكي فجونا فيس فيس